مشكلتنا هنا اكبر مشكلة هنا في البلد في عزبة علي حمودة بالنسبة للمحاجر. 3 ارباع البلد اكل عيشة ومرزقة على المحاجر. انا دلوقتي متجوز ومعايا 3 عيال، عندي 32 سنة، عندي ولد عنده 9 سنين، وبنت عندها 5 سنين، وبنت عندها 2.5 سنين، وشغلانتي المحاجر. المحاجر دي احنا بنشتغل بعرق جبيننا، وكنا بنرسم من المحافظة وشغالين ومية مية، جينا دينا اكتر من سنتين اهو الجيش خد مننا المحاجر وقاعدين في بيوتنا مش عارفين نشتغل. مكان المعدات دي قاتلها 2 سنين قدام البيوت، خلاص كده واقف حالنا، دينا 2 سنين. حتى المعدات اللي شغالين بقى حطيناها هنا قدام البيوت. ايام المحافظة قبل ما الجيش ما يمسك ويدخل الجيش في موضوع المحاجر كانوا بيرسموا لنا السنة، كنا بنشتغل لو اشتغلنا 6 اشهر وطلع نص المحجر وحش كانوا بيقولوا لنا في اي حته تاني نعمل طلب نقل وننقل في اي حته. دلوقتي مفيش الكلام ده، منع الرسوم، منع ان حد يشتغل. كنا شغالين في السويس، اقول لك دي بقيت العاصمه الاداريه الجديده، ماشي، قلنا العاصمه الاداريه الجديده ودي حاجه حلوه للبلد وحلوه للشعب، مفيش مشاكل. طب ادونا بديل في منطقه تاني، ورحنا طريق مصر اسماعيليه عشان نشوف الجبل هناك، قال لك عشان ترسم هنرسم لكم بس هتدفعوا 200,000 تأمين، من 200 ل 300,000 تأمين، وكل شهر 72,000. طب مين اللي يقدر على كده؟ هو ده مصدر الرزق احنا. طب احنا نعمل ايه؟ بيقول لك بياخدوا الحته بيعملوا مشاريع، طب المشاريع دي بيعملوها لهم هم للناس الكبير. طب احنا يا فقراء نروح فين ونيجي منين؟ دي تكلفتها كده لوحدها عامله 30,000. ده نفس الكلام، ده المولد بتاعه ده عامل 32,000. يعني ده حرام ولا حلال؟ دي المعدات اللي احنا شغالين بها، احنا قعدنا ومعداتنا قعد، يعني لو الرجاله قعدت المعدات تشتغل، طب هتشتغل فين؟ كده المعدات بالناس اللي كانت شغاله كله كده قاعد. اللي طالبين ان هم يا ريت ان هم يرخصوا لنا المحاجر، يدونا ورق يرخصونا بيه وينزلوا لنا من اجور ترخيص المحاجر شويه. ده اللي احنا بنطلب، احنا مش عايزين منهم حاجه، لا احنا عايزين نشتغل بعرق جبيننا ونشتغل ونجيب لقمة العيش ونشتغل صح. هو ده اللي احنا طالبينه من ربنا، مش طالبينه من اي حد تاني. يسيبونا بس نشتغل واحنا مش عايزين حاجه منهم. احنا عايزين نمشي قانوني. ازاي انا عايز امشي قانوني والحكومه مش عايزه تخلينا نمشي قانوني؟ ليه؟ انا لو ماشي من غير بطاقه هياخدني، لو ماشي بالبطاقه تمام التمام هيقول لي امشي. طب احنا عايزين نمشي قانوني، نشتغل قانوني في الدوله. الدوله مش عاطيانا حقنا. الجيش بقى يطلع عندنا هناك اللي يقلى وضر ياخدها، ليه معدات يولع فيها وياخدها، ليه عمال ياخدها. كان واخد من عندنا منا 16 راجل قعدوا 16 يوم محدش يعرف عنهم اي حاجه عشان نعرف ندخل لهم لقمه ولا سجاره ولا الكلام ده ولا نشوفهم نطمن عليهم. استحال قعدوا 16 يوم وطلعوا. ده في كل المحاجر كده اهو، مش بلدنا احنا بس، ده عندك انت بلدنا وابو صالح والعلالمه والميمون والحجاره وكله، يعني واسيوط والمنيا، كله ده كان شغال في نفس المحجر دي. ونبهوا علينا قالوا المنطقه دي محرمه. محرمه ازاي؟ هي حوالين الكعبه عشان يحرموها علينا ارضنا وتتحرم علينا؟ طب احنا عايزين نمشي قانوني وبورق. قلتوا امشي قانوني وبورق، قلنا لكم ماشي. كنا بنرسم ب 26,000، دلوقتي ب 160,000. طب ماشي قدمنا ال 160,000، قال لك ما فيش رسوم. طب ليه؟ عايزين ايه طيب؟ عايزين الناس تسرق؟ عايزين الناس تسيب البلد وتمشي؟ ده بتسيب البلد وتمشي تروح فين؟